البيت ده هبط والبيت اللي جنب منه راح مريح عليه. بعد كده الناس اللي جوه لقينا بيقولوا الحقوا الحقوا البيت بيوقع. طلعنا نجري على جوه لقينا ست من فوق نايمه خالص كده اهو، رحنا شايلينها وحطيناها في ملايه. وناس تانية برضه كان كده اهو، دخلنا الاوضه اللي من جوه في البيت اللي من جوه خالص، دخلنا سحبنا الناس، سحبنا واحد ومعاه طفل سحبناهم. وبعد كده بقى رحت على شغل ومشيت. البيت كان قديم، انت مستكمل كان قديم بيكون قدام كان في ناس جواه في قلبيه. طبعا جابوا بتوع المطاف الصراحه الصبح، كل بتوع المطاف دخلوا جوه وجابوا لنا يعني جابوا معانا، والشباب جروا معاهم برضه جابوا الناس الصبح. انت نزلت الناس كانت الساعه 8 الا ربع بالظبط، 8 الا ربع صباحا. انا طلعت اخر اثنين لازم اقول لك، هم الاثنين الست الكبيره والواد اللي هو مين ده، فاضل بقى اخوه اللي هو جوه. في واحد بس تحت، فاضل واحد بس، هو ده بقى مش متاكدين بقى لا جوه ولا مش موجود. 8 وربع بالظبط البيت وقع. انا كنت واقفه هنا لما اخده بشيل البيت قديم قوي بقاله ده عن 10 سنين حاطط له الخشب اللي حاطينه ده يسند، بقاله 10 سنين الخشب ده على كده على كده. هو البيت دايب دايب. ايوه صح، هو دايب. وصاحب البيت قبل كده قال لهم اخلوا. ها عارفه اللي ساكنين فيه؟ طب هم يعني من نفسهم ليه ما مشوش من البيت او عملوا ايه؟ معاهمش واحده بتراب. اللي ماتت دي اللي ماتت دي جوزها ميت ومعاها ثلاث عيال بنتين ولسه مجوزاهم ويعني على الله، واثنين واحد عبيط ومراته دول كانوا خرجوا ما باتوش، وواحده تاني بعيالها برضك جوزها ميت وفقيره، يعني اللي قاعدين فيه تديهم انت 5 جنيه ياكلوا بيها. في واحده معاها عيال صغيره اللي ماتت دي مين؟ ده ستها. دي ستها اللي ماتت معاها؟ الاثنين ماتوا. ايوه ما دول اللي احنا طلعنا. دي بتربي يوتما. ايوه. دي كان جوزها ميت بقاله زعن 20 سنه. احنا بقى لنا هنا 50 سنه. ايوه انا صح. وبتربي يوتما اللي هي بنتها ماتت، هي وبنت بنتها دي. اللي حصل ان البيت وقع الصبح الساعه 8. العقار وقع الصبح الساعه 8 الصبح. خد معايا البنت ده والست اللي جنبه. في حالات وفيات اثنين او ثلاثة، وفي حالة لسه بيطلعها لسه ما طلعتش. طب حد قال لكم حاجة؟ مفيش غير اننا عملنا محاضر في الاسم، روحوا اعملوا محاضر في الاسم، ورحنا عملنا محاضر واثبات حالة وهنروح النيابة الساعة 5. اكتر من كده مفيش. رئيس الحي بنكلمه بيقول لك مفيش غير ان المصابين هم اللي هياخدوا شقق دلوقتي، مفيش اي معلومات تانية عن متضرر. شكاوي كتير، ده شكاوي كتير. مفيش مكان نقعد، مفيش بيعملوا حاجه، كانوا بيقوموا ويمشوا. الله اعلم، ما هو ده اللي احنا بنسال عليه وسابنا ومشي.